طيب احنا خلينا نروح برضو زميلنا العزيز محمد توفيق موجود بمقر النادي الاهلي حاليا علشان برضو ناخد صوره عن الوضع وما يحدث حاليا. يعني توفيق طبعا بنصبح عليك صباح النصر وخلينا نسمع منك، تفضل. صباح الخير، تحياتي لكم جميعا، ضيوفكم الكرام كريم نهاوند وكل جمهور النادي في كل مكان. مليار مبروك وكاس دوري ابطال افريقيا رجع مكانه الطبيعي هنا في دولاب بطولات النادي الاهلي في فرعه الرئيسي بالجزيره، ده المكان الطبيعي. يمكن الكاس بس طلع خد جوله كده سنه وكام يوم والحمد لله رجع بالسلامه لمكانه الطبيعي. البطوله ال11 بنتكلم في اخر اربع سنين ثلاث بطولات من اربعه الكاس رجع مكانه، اعتقد فرحه ما بعدها فرحه. يعني عاوز اوصف لكم الاجواء من ساعه ما الفريق وصل في المطار، طبعا شفنا الاستقبال الرسمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، طبعا في تواجد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وعدد كبير جدا من اعضاء مجلس الاداره. يمكن طبعا معظم اللاعبين باقوا في المغرب للمشاركه في يعني المعسكر بتاع المنتخب الوطني علشان طبعا مباراه غينيا في التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا. طبعا باقي اللاعبين وصلوا وعدد من الدوليين الافارقه كمان كانوا موجودين ضمن البعثه. على طول اتحركنا من مطار القاهره للمقر الرئيسي النادي الاهلي بالجزيره. دي بقى الفرحه الحقيقيه بجد يا كريم يا نهاوند، هو ده نادي الشعب فعلا. يعني كلمه اسم على مسمى نادي الشعب، الشكل فرحه الجمهور فرحه الناس البسيطه في الشارع هي دي الفرحه الحقيقيه وهي دي الفرحه اللي حسيناها فعلا بالبطوله ال11 وقيمتها واي بطوله بتخش دولاب بطولات النادي الاهلي، لان بجد الفرحه بتبقى كبيره وفي كل انحاء مصر ان النادي الاهلي دايما زي ما بيقول هو نادي الشعب. يمكن طبعا النسخه الاخيره من دوري ابطال افريقيا حالا دلوقتي في ملعب مختار التتش بالجزيره، يمكن زملائنا في المركز الاعلامي بيقوموا بعمل فوتو سيشن زي ما بيقولوا كده، يعني استقبالي ليه بالبطوله الغاليه. دلوقتي احنا عند دولاب بطولات النادي الاهلي، يعني الدرع او كاس دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي محتفظ بها للابد موجوده من خلفنا، وكمان طبعا يعني عدد كبير جدا من البطولات. يا رب دايما في بطولات وانتصارات ودايما متربعين على عرش قاره افريقيا، ودايما النادي الاهلي هو سيد اسياد افريقيا ب 11 دوري ابطال افريقيا 8 سوبر وان شاء الله قريبا جدا تبقى 9 كمان، وعدد كبير جدا من البطولات. يا رب دايما ربنا يديم علينا الفرحه والانتصارات والبطولات ويبقى النادي الاهلي دايما في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد دايما يا توفيق. خلينا بس نسمع منك لان انت متواجد دلوقتي في عقر الموضوع زي ما بيتقال، يعني الاستقبال كان ازاي؟ اكيد انت شفت، احنا طبعا عرضنا للساده دلوقتي المشاهدين من اول الوصول كمان لغايه وصولهم، من اول وصولهم للقاهره يعني لغايه وصولهم لمقر النادي الاهلي، لكن انت بقى كنت موجود من بعد كده، الناس استقبلت ازاي؟ الفرحه موجوده ازاي؟ احكي لنا بالظبط كاننا كنا معاك. هي بالظبط زي ما انا شبهتها كده انا هوند، بالظبط كده زي الابن الغايب عن عيلته سنه زي ما بنتكلم على البطوله بالظبط، يعني غابت سنه وتقريبا 15 يوم وعاد مكانها. هي دي نفس الفرحه تقريبا اي بيت مصري هتسالها في اي حد، ابن غايب عنك لمده سنه وكام يوم ورجع من السفر، هي دي الفرحه الحقيقيه. ما تحسيش ان الكاس غريبه على المكان، لا هو الكاس راجع لبيتها المعتاد، وزي ما قلنا بس الكاس بس خد رحله مقاهه كده في اي مكان لمده سنه وكام يوم ورجع لمكانه الطبيعي تاني، مقره الرئيس هنا في الجزيره. بنتكلم في 11 بطوله واعتقد اللي جاي باذن الله رب العالمين هيكون بطولات كبيره جدا. وزي ما قلت لك ابرز مشهد هو فرحه الناس البسيطه في الشارع، طبعا استقبال ولا اروع هنا من اعضاء النادي الاهلي بالجزيره للكاس. يمكن شفنا طبعا التغطيه امبارح من اربع فروع، الاول يمكن كنا بنعمل التغطيه من ثلاث فروع بس، لكن امبارح بقينا فرع رابع كمان فرع التجمع الخامس، ودي اول بطوله بقى تيجي على وش فرع التجمع الخامس. يا رب دايما يبقى وش حلو علينا وان شاء الله مزيد من الفروع، يعني عايزين كده نكمل بقى فروع جديده وبطولات جديده. وزي ما قلت لك النادي الاهلي لا في حته بعيده جدا، نسر النادي الاهلي طاير بعيد جدا معدي كل الناس، اعتقد ان صعب جدا على اي حد يحصل نسر النادي الاهلي سواء انشائيا اجتماعيا وكمان رياضيا. احنا بنتكلم في 11 بطوله افريقيا، اقرب منافس ليكي عنده خمسه بس، فاعتقد فرق سنين طويله جدا عشان حد يعني يحصل النادي الاهلي، خاصه ان اعتقد النادي الاهلي ناوي يبعد كمان اكتر واكتر. انا هوند يا كريم، واعتقد في بطولات كمان مهمه كتيره جدا باذن الله داخلين عليها، يعني خلاص اللعيبه هتاخد اجازه لغايه يوم 18. يعني خليني احطكم برده في الجزئيه دي، يمكن الفريق حصل على اجازه هيرجع للتمرينات تاني من يوم 18، عندنا خلاص بقى داخلين في معمعه الدوري الممتاز تاني من يوم 22 على طول، عندنا اول مباراه مع حرس الحدود، هتخلص الدوري ان شاء الله نكون كمان متواجدين باللقب 43 فيه، عندك بعد كده كاس السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري ان شاء الله في الغالب هتبقى في السعوديه في بدايات شهر اغسطس، بعد كده كمان عندك بطوله افريقيا الجديده يعني الدوري السوبر الافريقي كاس العالم للانديه. اعتقد النادي الاهلي خلاص يعني ده خلاص عهدنا بيه، بتخلصي بطوله بالزبط. يعني بتفرحي بس هم 24 ساعه وتفكري من ثاني يوم على طول في البطوله الجديده. ده لو كانوا 24 ساعه في فرحه كل جمهور النادي الاهلي اللي اعتقد في كل انحاء العالم مش مصر بس. جميل، بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق.